أنا تحاول من المنصة الجديدة للمنصة الأكبر ويسمع رأي مبدئي وليس مخصص لكل شاعر، الرأي في الحالة وفي حاجة تعليق لأي شاعر منهم، وبعد كده نكمل بعد الرأي الأستاذ شكري جابس في المنصة الجديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية إلى كل الحضور، أهلا ومرحبا بكم في صالون أبدأ الصحافي. الحقيقة صوتكم اليوم وأنتم تستمعون إلى لقاء الشعراء الشباب أكبر دليل على أنه ما زال في الوسط الأدبي نكتة تظهر أن هناك شعراء بجد موجودون في الساحة الأدبية. اليوم القمر جاء ليلعب لعبته بدون سابق تأكيد. شرفنا اليوم أخي وصديقي العزيز الأستاذ سامي ناصر الناقد العظيم، الأستاذ محمد الشافعي الصحفي والمؤلف والشاعر. وشرفنا اليوم شاعر لأول مرة ستستمعون إليه، دفعته دفعا بأن يحضر اليوم، وهو أخي وصديقي الشاعر محمود نوار. أهلا ومرحبا به. وأيضا أحد مستمعي الشعر ومحب الشعر لأنه مدرس لغة عربية، أستاذ معتز شديد. أهلا ومرحبا به. لو أردنا أن نحكم على هؤلاء الشعراء الذين سمعنا إليهم فربما يكون هذا ظلما لأحدهم، ولكن الظاهرة الواضحة في الشعراء اجمعهم انهم يمثلوا المدرسه الجديده في شعر العاميه. شعر العاميه ليس قاصر على الموسيقى الموروثه من الشعر القديم على قدر ما هي محمله بالموسيقى النابعه او الخارجه من تركيب الصورة الشعرية الكاملة في القصيدة ككل. وهذا يمثل المدرسة الجديدة في شعر العامية. ولكن هناك تعليق مهم جدا في شاعرين، هما شاعر إبراهيم محمد الشاعر أخيه وهو وليد. والحقيقة الاثنان نهجا نهجا واحدا في القصيدة، وهم قد استخدموا تقنية السرد من القص والرواية. فالقصة والرواية والقصة القصيرة تعتمد اعتمادا رئيسيا على السرد، وهما استخدام السرد في القصيدة العامية، ولكن لكل منهما طريقته. فالشاعر إبراهيم محمد استخدم السرد وحكى لنا حكاية
بقى شهر. هي في الظاهر لمن يستمع اليها هو اعتمد على الفكره الرئيسيه فيها وهو الندم، وحاول بقدر الامكاني انه ياتي بصفه اخرى من صفات القصيده العلميه الجديده وهو مساله التدوير. يخرج بنا من قافيه الى قافيه ثم يعود الى القافيه الام التي بدا بها قصيده. اما الشاعر الوليد فمن البدايه زمرنا او ربما اقول قد زمرت في البدايه انه يحكي حكايه كذا وكذا، ولكن انتهى الامر الى انه يحكي قصه ثوره كامله من البدايه الى النهايه، ولكن ايضا لم يستخدم المباشره في السرد والحكايه. فربما من يستمع اليه يؤولها الى شيء اخر، ولكن اذا جمعنا كل الصور التي اتى بها ذاكر القصيده نكتشف انه فعلا حكى لنا حكايه الثوره من البدايه الى النهايه. وانا سعيد جدا اني استمعت الى هؤلاء الشعراء، ولكن لم يكن الشاعر حسان البدا هو لم يبهرني كما ظهرني في السابق. شاعر بدرجه فيلسوف مع صغر سني الا انه فيلسوف لا ياتي بالفكره الواضحه بضوء الشمس، لا، دائما قصيدته تحتاج الى تفكير طويل عميق، وهذه هي سمته على الرغم من انه ينتمي الى نفس المدرسه، بس له خاصيه خاصه به وهي القدره على الفكر واعمال فكر المتلقي حتى ياتي بما يقصد ذاك القصيده. شكرا لحسن الاستماع وحضرتكم، وعطيت الميكروفون للاستاذ سامي ناصر.